قيود المقطع يا حبايب صارت بخلون علينا شوية باللايكات، فأتمنى تحطون زر اللايك وبعدين نبدأ بالمقطع. الخبر هو اللي عدنا عن بيسانتي كيد والخطوبة، طبعا هي من خطبة ولكن يا حبايب نزلت على حسابها بالتيك توك هذا المقطع، جل كتب عليه بالخطبة البسي شو ما بدك، واللي تقصد انه العروس يقول لعروسة قبل ما هو يتزوجها انه البسي شنو متريدين، ولكن تقول انه بعد الزواج نقبت انه مثل كانه يجبرها على النقاب. طبعا بالنسبة للاشخاص اللي ما فهمتيهم شنو تقصد فهي عبارة عن نكتة يا حبايب، هذا خلى شوية متابعين يتهجمون عليها، يقولها انه شنو بها النقاب اصلا شي حلو، انه النقاب مو اهانة وعادي، وين المشكلة بالنقاب؟ طبعا ما ادري الصراحة انا شايف ان هذا التعليق ما له داعي، بالنهاية نكتة مو اكثر، اكو يكتب لي بالكومنتات هل تستحق جمعة تعرضت لأولا وشاركم بالنكتة. وننتقل حاليا لقمر مارو ستورية نزلتها ويا بسمة وإعلانهم عن تنزيلها مقطع إن شاء الله حتنزله باتشر واللي هو يوم الأحد، راح يكون عبارة عن مقلب ببسمة، تقول هذا المقلب خلتها إنه هي كلش تبكي، هي قمر سويت المقلب ببسمة راح تقوم الستوريات تشوفوها. بايبي سويت لكم شي ببسمة ما تصدقون سويت فيها، بتيتها بس اللي حصلت سوار صراحة اخذي بتولد. خليكم جاهزين يوم الاحد الساعة 5 حينزل فيديو على قناتي يعني تشوفون بتشيتها. ننتقل حاليا لبيسان اسماعيل وزيها شوية ستوري، ادت تعلمي خلال انه راح تنزل مقطع بعد نص ساعة، ولكن يا حبايب بعدها نزلت ستوري كانت تقول حبايب صارت مشكلة بالفيديو راح هيك تأجل الفيديو لليوم، في الفيديو راح انزلكم اليوم يا حبايب على الساعة 8، فاكتبوا بالكومنتات المقطع من متحمسين اكثر. وننتقل حاليا ليارا مار تنزل شوية ستوريات تعتذر بها من المتابعين بسبب انقطاعتها عن السوشيال ميديا، ولكن يا حبايب صارت تقول ان شاء الله انه بالفترة الجاية راح صارت تنزل لنا هواية مقاطع، وبنفس الوقت صارت تغني بالستوريات راح احط لكم اياها شوفوها. هاي كيفكم؟ اوكي بعرف غايبة عنكم كتير 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 كتير، بس اذا الله رعد رح ارجع اتفاعل من اول وجديد، بس فعليا لانه كان علي ضغط شوي من دراسة لشغل تجهيزات لشغلات عم ساوي لكم اياها لكتير اشياء عم حاول اسويها واضبط لكم اياها الكم، فمشان هيك عم قلل التفاعل معكم شوي، بس وعد رح ارجع اتفاعل. ستي قالت للبنات بيلبسوا فساتين، امي قالت للبنات ما يلعبوش بالطين، وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروح النار، بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح شب حشيش. ندخل حاليا نور ستار وهي راح تصور ويا انس واصاله، فنزلت هذا الستوري يا حبايب كانت كتبيه من تتوقعوا الفيديو الجاي، فكتبوا لها انس واصاله فهي كتبت تترقبوا، هم حاليا ثلاثه امريكا فممكن يصوروا ليا بعض، فاكتبوا لنا شنو توقعاتكم راح يصورون ليا بعض او لا، اكتبوا لنا بالكومنتات. وصل يا حبايب نصات المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تجروا هذا المقطع باللايكات، وبس كانكم في هالزين مقاطع من القصص، مع السلامه. قيود المقطع يا حبايب صارت بخلون علينا شويه باللايكات، فاتمنى تحطون زر اللايك.